السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مع بداية تعاملات أسبوع جديد. وهذه تغطية حية ومباشرة لمؤشرات الأسواق العربية والعالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن. ومع أول جلسات هذا الأسبوع نرصد مشاهدين أهم مؤشرات الأسواق الخليجية التي بدأت تعاملاتها صباح اليوم. الكويت بدأت على ارتفاع ب5% بثلاث نقاط، والمؤشر عند 6888 نقطة. أما أبو ظبي فبدأت في المنطقة الحمراء بنحو 20%، والمؤشر عند 4485 نقطة. دبي أيضا بدأت في المنطقة الحمراء بنحو 20%، والمؤشر عند 3617 نقطة. أيضا البحرين بدأت في المنطقة الحمراء بنحو 20%، والمؤشر عند 1300 ونقطتين. أما سلطنة عمان فبدأت على ارتفاع ب13% ب13 نقطة، والمؤشر عند 4960 نقطة. أما فيما يتعلق بمؤشر البورصات الخليجية التي لم تبدأ تعاملاتها حتى الآن، البورصة السعودية، المؤشر العام للبورصة السعودية أنهى تداولات الخميس متراجعا ب13% بخسائر 15 قطاعا، تصدرها الصناديق العقارية ب1.7% بتراجع تعليم ريت ب1.7% والرياض ريت ب1.5% والطاقة ب0.5%، وذلك بانخفاض بترو رابغ ب19% والمصافي ب14%، بينما صعدت 5 قطاعات تصدرها إدارة وتطوير العقارات ب17% بمكاسب بجبل عمر ب1.2% وإعمار ب13%. أما فيما يتعلق بالأداء الأسبوعي للبورصة السعودية فقد سجل المؤشر العام للسوق السعودي في أدائه الأسبوعي ارتفاعا بنحو 19% بدعم من أداء قطاع البنوك المرتفع بنسبة 1.6%، تلاه الصناديق العقارية ب1.20%، وصعد قطاع المواد الأساسية ب0.5%، بينما تصدر قطاع الإعلام التراجعات بنسبة 4%، تلاه المرافق العامة ب1.8%، وارتفع مؤشر السوق الموازي نمو بنسبة 2.5% ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 3555 نقطة. أما فيما يتعلق بأداء البورصة القطرية فقد أغلق المؤشر العام للبورصة القطرية الخميس الماضي متراجعا بنسبة 1.1% بضغط من خسائر جماعية لقطاعات السوق تصدرها البنوك ب1.5%، وذلك بتراجع قطر الوطني ب2.2% والمصرف ب1.18% والعقارات ب1.1%، وذلك بانخفاض بروة ب2% وإزدان ب19% والاتصالات ب1.2% بخسائر سهمي فودافون ب1.7% وأريدو ب1.1%. أما فيما يتعلق بالأداء الأسبوعي للبورصة القطرية فقد أغلق المؤشر العام للبورصة القطرية على تراجع أسبوعي بنسبة 1.7% وسط تراجع القيمة السوقية بنسبة 2.3% بواقع 11 مليار ريال، لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي نحو 482 مليار ريال. وهبطت التداولات على كافة المستويات حيث بلغت الكميات 34 مليون سهم، وتراجعت السيولة بنسبة 10% لتسجل 723 مليون ريال. وشهد الأسبوع الماضي أيضا انخفاض 37 سهما على رأسها سهم استثمار القابضة والمتراجع بنسبة 9.4%، بينما ارتفعت 6 أسهم تقدمها العامة للتأمين بواقع 10.4%، فيما حافظ سهمان على إغلاقهم السابق. أما فيما يتعلق بأداء البورصة المصرية فقد سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجعا يوم الخميس الماضي ب0.5% بخسائر 9 قطاعات بالسوق
بصدارة السياحة والترفيه ب 1.7%، بانخفاض الرواد ب 5%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية ب 1.3%، بهبوط العربية المتحدة للشحن والتفريغ ب 2.4%. في المقابل هناك صعود في 3 قطاعات بصدارة الموارد الأساسية، بمكاسب مصر للألمونيوم ب 9.8%، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 689 مليار جنيه، فاقدا نحو 2 مليار جنيه. أما فيما يتعلق بالأداء الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد انخفض المؤشر الرئيسي إيجيك 30 خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين، وذلك على الرغم من تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 652 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار جنيه. كما خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي نحو 8 مليارات و500 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو البيع بصافي 30 مليون جنيه و104 ملايين على التوالي، فيما اتجه المستثمرون العرب للشراء بقيمة نحو 135 مليون جنيه. الآن مشاهدينا نستعرض أهم مؤشرات البورصات العالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ولمزيد من التحليل والمناقشة تنضم إلينا هنا السيدة باسمة الليبي مسؤولة بخدمة العملاء بشركة دلال. أهلا بك معنا أستاذة باسمة. المؤشر العام للبورصة القطرية أغلق يوم الخميس الماضي على انخفاض بنحو 50 نقطة ما دون 9000 ب 50 نقطة، وأيضا هناك تراجع أسبوعي في المؤشر العام للبورصة القطرية بنحو 1.7%. ما هي قراءتك لأداء البورصة القطرية على مدى الأسبوع الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلال الأسبوع الماضي طبعا انخفض مؤشر البورصة طبعا مخترقا الأسفل حاجز 9000 نقطة، طبعا أغلق عند مستوى 8951
خسارة تقريبا 154 نقطة. مع هذا الانخفاض طبعا اللي احنا شفناه الأسبوع اللي راح، انخفضت طبعا أحجام التداول ونسب السوية إلى تقريبا 10.3%. اللي كان واضح الحين الأسبوع اللي راح انخفاض أحجام التداول بصورة كانت ملحوظة طبعا، لأن طبيعة السوق القطري خاصة بعد الجلسات اللي يتبعها طبعا فترات طويلة من التوقف مثل عندك إجازات العيد، أكثر شيء أنت تلاحظ عليه انخفاض نسب أحجام التداول في السوق، فبالتالي أثرت على السوق وأدت إلى انخفاض المؤشر واختراق حاجز طبعا 9000 لأسفل مش طبعا الأعلى. طيب انخفاض المؤشر العام إلى ما دون 9000، هل يعني ذلك أننا أمام مستويات دعم جديدة في السوق القطري؟ الحين مستويات الدعم الجديدة يعني إن شاء الله أن يكون في طبعا إذا تحسنت نسبة التداول، إذا تحسن حجم التداول، إذا كان في تداول على السوق ممكن أنك أنت تكون عند نقاط دعم جديدة. طبعا أنت حتى لاحظ أن الأسبوع اللي راح عندك في عندك ثلاث أسهم استحوذوا تقريبا على 37%، عندك فودافون وودام والوطني، كان في تحرك كان في عليهم تحرك أكثر على الأسبوع الماضي، فإن شاء الله طبعا بعد فترة العيد إن شاء الله يكون التداول أفضل. نعم، من المقرر أن يبدأ اليوم سيدة باسمة توحيد الوحدات المزايدة السعرية في البورصة بواقع درهم لكافة الأسهم المدرجة، مما يعزز حسب ما قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر من جودة السوق وجاذبيته. ما الذي يمكن أن يفعله هذا الإجراء الجديد توحيد وحدات المزايدة السعرية بالنسبة للمتعاملين؟ طبعا خلال جلسة اليوم احنا راح نراقب ونشوف، راح نتابع بما أن اليوم راح تطبق آلية المزايدة السعرية الجديدة اللي هي بالدرهم الواحد على جميع الشركات المدرجة، فإحنا ما لنا اللي احنا راح نراقب ونشوف اليوم كيف راح تكون طبيعتها على المستثمرين، بالإضافة حتى على طبيعتها على البروكرج، شلون راح يكون إدخال الأوامر بالنسبة لهم. الحين بالنسبة للبروكرج طبعا ما راح يكون في شيء جديد عليهم بالنسبة حق الدرهم، بس راح يكون بالنسبة للمستثمرين يعني، فإحنا ما لنا اللي احنا نشوف جلسة اليوم ونراقبها ونتابعها كيف راح يكون تأثير تطبيق الآلية الجديدة اليوم على السوق، واحنا ان شاء الله راح يعني نتمنى انه يكون تكون المزايدة السعرية الجديدة هذه تضيف طبعا تزيد نسبة السيولة في السوق، وطبعا هذا كله بعد الإجازة لانك انت الحين في فترة ما قبل العيد يعني، فان شاء الله احنا ما لنا احنا نشوف جلسة اليوم ونشوف باذن الله تكون افضل. شكرا شكرا جزيلا سيدة باسمة الهيبي مسؤولة بخدمة العملاء بشركة دلالة، شكرا جزيلا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود بعده لاستكمال التغطية، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1980 انتقد المرشح الرئاسي دونالد ريغان عدم معرفة الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر الفارق بين مصطلحي الركود والكساد قائلا: الركود هو عندما يفقد جارك وظيفته، أما الكساد هو عندما تفقد أنت وظيفتك، بينما الانتعاش هو عندما يفقد كارتر وظيفته. دعونا مشاهدينا نتعرف في هذا العرض على مصطلح الركود والكساد وأهم الفوارق بينهما. الركود هو تراجع واضح للناتج المحلي الإجمالي للدولة والدخل الحقيقي والتوظيف والإنتاج الصناعي ومبيعات الجملة والتجزئة. الركود يبدأ في الظهور بعد أن يصل الاقتصاد إلى أعلى قمة نموه ثم يتراجع وصولا لأدنى مستوى له. الركود يعني أن الناتج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم البضائع وانخفاض الأسعار، فيصعب على المنتجين أن يقوموا ببيع المخزون. هناك عدة طرق لمعالجة الركود، منها تدخل المصرف المركزي للدولة في السوق النقدي كمشتر للأوراق المالية لتوفير السيولة اللازمة لامتصاص الفائض، أيضا عن طريق خفض معدلات أسعار الفائدة مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإقراضية وتراجع الادخار وزيادة الاستهلاك لامتصاص فائض السلع، زيادة قدرة البنوك على منح القروض ليتصاعد حجم الكتلة النقدية في السوق وتتحرك عجلة الاستهلاك فيتراجع فائض السلع.
أما بالنسبة للكساد، الكساد كالركود إلى أنه يتسم بتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي والتوظيف والإنتاج الصناعي ومبيعات الجملة. الكساد هو انخفاض واسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة أشهر كالكساد العظيم الذي استمر 43 شهرا بداية من أغسطس عام 1929. الكساد أيضا هو ارتفاع في معدلات البطالة وهي سمة لكل من الركود والكساد، حيث تخفض الشركات الوظائف لمواجهة تراجع الأرباح لانخفاض إنفاق المستهلكين. الركود والكساد يؤديان لانكماش وتدهور كبير بالاقتصاد بزيادة المعروض من السلع عن المطلوب، مما يتطلب عملية مؤلمة لإزالة هذه التجاوزات. الركود والكساد يخلقان حالة من الخوف لدى المستهلكين بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وربما يتجهون بعد ذلك لتقليص الإنفاق. قيمة الأصول تتراجع خلال فترات الركود والكساد بسبب تباطؤ الأرباح وتراجع الاستثمارات الجديدة، مما يؤدي إلى تراجع كبير بأسعار الأسهم. الركود والكساد يدفعان أيضا الدولة لمعالجة التدهور الاقتصادي من خلال خفض المخزون من السلع المعروضة وتحفيز نمو الطلب عليها. الركود والكساد يساعدان على نمو اقتصادي متوازن، حيث يضطر المستهلكون لتخفيض الإنفاق ردا على انخفاض الأجور. الركود والكساد أيضا يخلقان فرصا أوسع لشراء المنتجات، مما يجعل السوق للتكيف مع التوسع الاقتصادي ويوفر للمستثمرين فرصة لكسب المال. إذن مشاهدينا، استعرضنا مصطلحي الركود والكساد وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم. فاصل قصير ثم نعود لاستكمال التغطية، ابقوا معنا. الآن مشاهدينا وصلنا إلى فقرة تواصل، ونتعرف على جانب من أهم تعليقات ومشاركات متابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشرة. محمد الدغيم يقول: أنا سوري واقتصاد بلدي يعاني من كثرة من يريدون التفرط في إعادة الإعمار. آدم يقول: الفساد والنهب واللصوصية والسطو والتزوير والمحليات والجشع والاحتكار كلها عوامل نشطة تنخر الاقتصاد بلا رقيب أو حسيب. إذن هو يركز على أهم العوامل التي تؤدي إلى التراجع الاقتصادي بصفة عامة. أحمد رمضان: استثمار البورصة هو عبارة عن تجارة أوراق. ربما أحمد تحتاج إلى معرفة المزيد عن طريقة التداول والاستثمار داخل البورصة. محمد النمراوي: هي فين أموال والعالم العربي في خراب؟ ربما هو يبحث عن فرص استثمارية ويقول: أين هي هذه الفرص الاستثمارية في ظل الوضع الحالي للعالم العربي؟ ربما هذا الحساب يقول: الفساد أولا وأخيرا هو المسؤول عن تراجع التنمية في دولنا العربية. هذا الحساب أيضا يقول: الفساد الإداري والمالي والمحسوبية هي المسؤولة بشكل أو بآخر عن التراجع في معدلات الاستثمار والتنمية بشكل عام. أرسلوا لنا دائما مشاهدينا بأسئلتكم ومشاركتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشر. بعد نحو ساعتين من الآن نلتقيكم من هنا من قاعة تداول البورصة القطرية في تغطية جديدة، ابقوا دائما معنا، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.